بالنسبه لي انا بالنسبه لعاشوراء انا تجيني بحال واحد تكون فيها صله رحم. تنبغي انايا نرسخها في ولادي، بقى ديما عاقلين زعما كي العيد الصغير كي العيد الكبير وعاشوراء تجيني واحد المناسبه. انا يلاه دويت مع اختي دابا قلت لها شوفي ما بقاش تجي في الوقيتات ديال مثلا كون كان لي فاكونس بعدا يتجمعوا ما تنجمعوش لان ما كاينش العطل ما كاينش هذا كان تيكون داك الكسكسو ديال نهار هاد الليله مثلا هادي تيكون كسكسو تنجمعوا ليه كاملين. مي للاسف ما بقاش انا والدراري دابا ما بقاش يبغيو داك الكسكسو داك القديد ولا هذا ما بقاش يبغيوه. انا مازال حنا الناس ديال درب غلف مازال كنحتفلوا بعاشوراء وكنجمعوا العائله وكنديروا الكسكسو بالليل وكنمشطوا الدراري بالتعارج وهذا وكنشريو لهم اللعاب كلشي كيفرح. وبالنسبه كنشريو اللوز والكركاع غدا وتنفرحوا ثاني تنديروا الفطور ديالنا على حقه وطريقه وهذا الشيء اللي كاين. العواشر بصح مزيانه وعاده ديالنا وتقاليد ديالنا ولكن كان زمان كيحتفلوا بها مزيان والحباب كيتجمعوا الناس والعيالات دابا لا دابا تبدل لابيتوت كل شيء ما بقاش ولا شويه خطف وصافي باقي على الفال ديالها ماشي بحال بكري. كانوا الناس كيتجمعوا كانوا الناس كيحتفلوا وشريو مشي اللي غادي للسوق واللي هنا في المدينه راه غادي يشري. اما دابا لا كيكون طلب كثير ولكن قليل ما بقاش كما كانت عاشوراء كما كانت. لا داكشي جات مع المدرسه وجات مع الكونجي داكشي قليل ماشي بحال ايام بحال دابا. هاد الوقيته راه بنادم الزعام ودابا هادي ولات في كل قنت هاد المواد كلها هي ولات في اي شعب اي حي ولا فيه هادشي اي حي دابا ولا فيه هادشي. ان هذه الزنقه اللي كانت فيها هي اللي كانت مولعه بهذا الشيء ديال هي اللي كانت دابا لا دابا ولات فين ما درتي كتلقاها في الجوطيه كتلقاها في الولفه كتلقاها في لساسفه كلشي ولات موجوده. حنا دابا عندنا الكليان اللي كيجيو عندنا مولفين الكليان اللي كيجيو عندنا هنا راهم مولفين كيجيو ديو سلعه جديده وكلشي جديد تنحتفلوا بها وتتبان لي بان شي شويه بدات تتقلال. كاين اللي تيحتفلوا كاين اللي ما تيحتفلوش. ملي انا شخصيا والعائله ديالي تنحتفلوا بها باقي شادين التقاليد القدام ديال والدينا والعادات. الاحتفال ديالنا شنو هو تنشريو الفاكهه ونشريو اللي عنده دراري صغار ولا شي حاجه تنشريو لهم لي جوي طعيرجات ولا شي حاجه. مي هي في السنه الانسان ضروري خصو يحتفل بها. وفي الليل تيتجمعوا العائله اللي حداه شي عائله راه تيتجمع معاه واللي بعيد عليه راه التليفون. يعني واحد الذكرى ديال في انتصر فيها سيدنا موسى يعني خصك تعقلوا عليها وانكم ديما ان الصيام خصنا نصوموا هذا النهار نصوموا النهار الثاني لان باش نتفارقوا على اليهود لان اليهود ديجا انهم تيصوموا التاسوعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك وانني نعيش العام الجاي نصوم التاسوعه وعاشوراء. سو كيفاه حنايا تنصوموا دابا تنديروا السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم تنصوموا التاسوعه وتنصوموا العاشر وتنتمنى وليداتنا حتى هما يبقاو محافظين عليها لان حنا خصنا نرسخوها فيهم خصنا نزرعوا فيهم هذا الشيء. ما نبغيوش ولادنا ينصرخوا على الدين ديالهم كيف الناس النصارى العيد سميتو هذا تيحتفلوا براس العام ما تيوجدوا له عام وما تيوجدوا له